السلام عليكم. الحرس الثوري يؤكد دعم الجيش السوري في مختلف المجالات. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. جدد القائد العام للجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي يوم الثلاثاء التأكيد على ضرورة توسيع التعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وسوريا. وأفادت وكالة إيرنا مساء يوم الثلاثاء بأن تصريحات اللواء حسين سلامي جاءت خلال استقبال وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس والوفد المرافق له الذي زار مقر القيادة العامة للحرس الثوري. وقال اللواء حسين سلامي: نحن مستعدون لدعم وتلبية احتياجات القوات المسلحة السورية. وأوضح اللواء سلامي أنه ناقش مع العماد عباس القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى التضحيات الملحمية التي سطرها الشعبان الإيراني والسوري في مواجهة المؤامرة الكبيرة التي دبرتها القوى الهيمنة والصهيونية خلال السنوات الأخيرة. ولفت القائد العام للحرس الثوري الإيراني إلى تضحيات القتلى الذين سقطوا أثناء فترة الحرب ضد الإرهاب التكفيري على أراضي سوريا، مضيفا: نحن نعتبر الأرض التي نقدم لها دماؤنا بمثابة وطننا، وقد توجه شهدائنا طوعا وشوقا صوب سحبات الدفاع عن المراقد المقدسة ليجاهدوا جنبا إلى جنب إلى المناضلين في جبهة المقاومة داخل سوريا. وذكر اللواء حسين سلامي أنه رغم الحدود الجغرافية التي تفصل بين سوريا وإيران، فإن جغرافيا قلوب الشعبين مرتبطة. ففي وقت وصف الأوصار التي تربط بين الدولتين لا تنحصر في المصالح الوطنية فحسب، مشيرا إلى الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم واستعادة حقوقه المسلوبة لا يتعارضان مع المصالح الوطنية. وشدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني على أهمية التعاون الإيراني السوري في مختلف المجالات الدفاعية، خاصة في مجال الحرب السبرانية والاستخبارات والإلكترونية والدفاع الجوي. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.